نيابة على كل السلطات العمومية في جهة مراكش قصدي، أريد أن أبدأ بالشكر والتنويه للمنظومة الجمركية على المجهودات التي يقومون بها في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك في مجال حماية وتنمية الاقتصاد الوطني، بحيث أننا استمعنا إلى العرض الذي قدمه السيد المدير الجهوي عن أهمية المداخيل المالية التي تستفيد منها الميزانية العامة للدولة، بحيث أن المداخيل الجمركية تصل إلى حوالي 40% لتغذية الميزانية العامة، وبالتالي لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية. فهذا المؤشر الرقمي ينبغي أن يبقى دائما في ذاكرتنا كمسؤولين وكفاعلين عموميين، وكذلك كمهنيين وكمتعاملين مع إدارة الجمارك. كذلك لا ننسى الدور الحمائي الذي تقوم به إدارة الجمارك إلى جانب المؤسسات الحكومية الأخرى في تحصيل معابرنا وحدودنا الجوية والبحرية والأرضية، في التصدي لكل الأنشطة والممارسات الخارجة عن نطاق القانون. سنة 2016 كانت سنة متميزة بالنسبة للمغرب، وخصوصا بالنسبة للحاضرة المراكشية التي احتضنت مؤتمر في المد المناخ. هذا المؤتمر الذي كان ناجحا بكل المقاييس والمعايير، ولعل مرجعية بلاغ الديوان الملكي الموجه إلى المؤسسات العمومية وإلى المؤسسات المنتخبة وإلى كل الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين وعامة المواطنين، لدليل على هذا النجاح الذي حققته هذه القمة، وهنا يبرز الدور الصلاحي الذي قامت به إدارة الجمارك عبر المطار مراكش المنارة في تسهيل دخول المشاركين الرسميين والجمعويين والمدنيين إلى المغرب وإلى مدينة مراكش، والجميع شهد بحكامة وكفاءة الجميع الجمركيين. فبهذه المناسبة أوجه تحية احترام وتقدير إلى كل جمركي وجمركية، والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا للسيد الوالي البحراني.